السلام عليكم طلاب، نشرح فسلجة الريسبيراتوري سيستم بأول محاضرة. بالنسبة لهذا السلايد الأول، مجرد سلايد للفهم، اللي يريد يطلع عليه خليه يطلع، لا بأس. أهم شيء بي إنه يا بها آخر نقطة، إنه البرين أنوكسيا، تمام؟ البرين أنوكسيا تكون قاتلة، فيتال، فيتال معناها قاتلة إذا استمرت أكثر من دقيقتين. أنوكسيا معناها أبسنس أوف أكسجين، معناها هايبوكسيا يعني نقص أكسجين. الدماغ دقيقتين إذا ما وصل له أكسجين يموت، يصير عندك برين ديث، تمام؟ فانكشن اوف ريسبيراتوري سيستم، هاي مجرد فهم، غاز اكسشينج، تمام؟ كلنا نعرفه من خلال الكابلاريز، اسيد بيس بالانس، الفونيشن اللي هي التهويه اكيد يعني، بولمونري ديفنس ميكانيزم، تمام؟ شنو هاي البولمونري ديفنس ميكانيزم؟ تتضمن ميوكوسيلياري سيستم، سكريشن اوف انتي مايكروبال ايجنت ساتش از الاي جي اي بروتياسيس والار او اس، تمام. البولمونري الفيولر ماكروفاج اللي هنا في ماكروفاج، بس لان بالبولمونري سميناها الفيولر ماكروفاج او بولمونري الفيولر ماكروفاج. كونتين فايبرينولايتيك سيستم ذات لايسس كلوت ان بولمونري فيسلز، عندها انزيم يحلل الكلوتة اللي تصير بالبولمونري فيسلز. هاي مجرد فهم، تمام. ميتابوليك اند اندوكراين فانكشن such as adenine نيوكليوتايد اند نور ابينفرين، هاي كاندوكراين. هاندلينج اوف بايو اكتيف ماتيريال، هاندلينج معناها شنو؟ معناها اكت اون، معناها معالجه، تمام. ايه، فهاي مجرد فهم يعني، لا بأس انه يعني تحفظون ثلاثة أربعة من عندهم. وهاي الميوكوسيلير الميكانيزم هاي تطلعون عليها يعني وتفهموها، تكونوا مستعدين لأي سؤال من عندها. Respiratory tract is divided anatomically into upper respiratory tract و lower respiratory tract، القصبة الهوائية أو respiratory أو الأنبوبية الهوائية، من الأنف إلى الرئتين، تتقسم إلى upper و lower. الـ upper تشمل النويز والفارينكس والسينسس، السينسس اللي موجودة بالعظام اللي أخذناها بالأناتومي، تمام؟ وإن شاء الله الكل يعرفها. الـ upper من التراكيا لحد الألفيولاي اللي أصغر شعبة هوائية لحويصلات الرئوية، تمام؟ هذا الحكي كله مهم، بس هو معاد بطريقة مرتبة هنا، تمام؟ فاحنا راح نروح قبل هنا، راح ناخذ اول شيء التراكي. هي هنا التراكي 25 ملم طولها، من هنا قايل النوب البرونكاي طوله من 1 الى 10 ملم، انا كاتبه هنا، يحتوي على كارتريج وعلى سيليتيد سيل سموث مسل وميوكس اند جوبلت سيل. نعرف احنا الكارتريج كارتريج والسيليتيد يعني سيليا، خلايا تحتوي على سيليا اللي هي ستراتيفايد ستراتيفايد كولومينر ابيثيليوم اللي هو النسيج المطبق الكاذب، العمود الكاذب المهدب، تمام، وسموث مسل وميوكس وجوبلت سيل، تمام. البرونكيولز اقل من 1 ملم، وتكون البرونكيولز اقل من 1 ملم وتكون سيليتيد وتكون سموث مسل وتكون ميوكس وجوبلت ما بها كارتليج. نزلنا التيرمينال برونكيولز ثالث وحده او رابع وحده من بعد التراكيا، فيوسيليتيد سيل وسموث مسل، بعدين ريسبيراتوري برونكيول، طبعا هاي اقل من او بوينت، اقل من 5 مل بالعشرة ملم، وهاي ايضا اقل من 5 بالعشرة ملم. تحتو على نون سيليتيد سيل يعني ماكو بها سيليا، بها سكانتي سموث مسل، تمام، يعني طبقه سموث مسل خفيفه. الفيولر داكت والفيولر ساك والفيولاي كلهن اقل من 5 بالعشرة ملم، يحتوون على نوع من الخلايا، وهاي خلايا جدا مهمه، سكويموس الفيولر سيل اللي هي النوع الاول، وجرانيولر الفيولر سيل اللي هي النوع الثاني. ريسبيراتوري فانكشن اوف ذا نويز، وظائف الخشم بالجهاز التنفسي، تمام، بسيطات جدا، اللي هن ثلاثه اهم شيء، وورمينج تجفيف، هيوميديفايد ترطيب، عفوا تدفئه مو ترشيف، وهيوميديفايد ترطيب، وفلتريشن تصفيه. المهم شلون يصير الوورمينج؟ احنا مو عندنا الكونكي، ماخذينها بتشريح هيجي صايره، تمام، وهاي بها هنا كله سوفت تيشو، سوفت تيشو بكابيلاريز تركيزها عالي، فمن يجي الهواء هيجي منها يمر يترطب، او بهاي بواسطه هذا شو اسمه، بواسطه يدفى بواسطه حراره الاوعيه الدمويه، تمام، يعني باعتبار الدم ناقل حتى الحراره، واحنا ماخذين هذا الشيء بالفسلج العملي، اوكي. والسبتم ايضا يساعد مو بس الكونكي. هيوميديفايد اللي هي ترطيب، وهنا ديش فوق تدفئه، هاي ترطيب، تمام، وجوه فلتريشن جدا بسيط يعني ايزي، ثلاث كلمات. كولد دراي اير ويتش انسبايرد اذر ذان نوز از هارمفول، يعني اذر ذان نوز معناها يقول لك يا بي الهواء الجاف اللي تستنشقه من خلال النوز او من خلال الماوث، او عفوا مو من خلال النويز،
other than noise يعني المناطق ما عدا النويز اللي هي من الماوث، تمام؟ راح يكون شنو هيرنفل مؤذي بكل بساطة، لأن الماوث ما بيكونكي حتى ترطب، تمام؟ ما بيكونكي ولا بيسبتم، ذني شغلهم شنو وورمينج ترطيف، راح يبقى الهواء البارد بارد وبالتالي أذي، تمام؟ هيرنفل ميوكوسيلياري سيستم، هاي الحكي كلش حلو ومرتب. The respiratory passages أو passages from the nose to the terminal bronchial، تمام؟ منين هسه؟ من النويز لحد التيرمينال برونكيول. شبيه هذا are kept moist by layer of mucus، يبقى رطب ويبقى محافظ على رطوبته بواسطة الطبقة من الميوكس that coats the entire surface، يعني بواسطة الميوكس، تمام؟ هاي من النويز لحد التيرمينال برونكيول، حفظه. الميوكس تراب، نعرف شنو الميوكس وظيفته، تراب small particle out of inspired air، يعني يابا احنا مو عندنا inspired air شمين الهواء هيجي، اذا بي small particle هذا الميوكس راح تراب يحصرهن او ياخذهن، تمام؟ the epithelium of respiratory passages from the noise to the beginning of respiratory bronchial، هسه منين بدينا؟ من النويز لحد الريسبيراتوري برونكيول. ايش بيها الابيثيليوم مالتها؟ بيها سيليتد ابيثيليوم، يعني ابيثيليوم محتوي على سيليا، تمام؟ 200 سيليا بكل ابيثيليال سيل وحده. المهم هاي السيليا بيت ات فريكونسي من 10 الى 20 مره بالثانيه الوحده، يعني يابا السيليا الضربة مالتها سمو هيك واقفة السيليا كأنما هيك 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 تسوي بيتات بيتات بيتات، اي هيك من 10 الى 20 ضربة بالثانية الواحدة، تمام؟ هو هذا الرينج كاتبينه. ايش قايل يابا؟ قايل the continual beating causes cut off mucus، هذا الكونتينوال احنا مو قلنا من 10 الى 20 ضربة بالثانية الواحدة، فالضربات المتتالية continual beating causes شو تسبب؟ الميوكس to flow slowly toward the pharynx، الميوكس يصعد لفوق باتجاه البلعوم. Then وعندها الميوكس and its entrapped particles اللي هن قلنا هنا trap small particle، الميوكس والبارتيكل اللي حواها are either لو يصيرهن swallowing أو تبلعهن، لو تكفتوا إذا اكستيرد يعني تقحن إلى الخارج. المهم انا جوا كاتب smoking is known to destroy the cilia، السموكينج يدمر السيليا، تمام؟ بالتالي يصير عندك الميوكس هواية، يعني المهم ذا الصوت سيجرت صوت معناها شلون تقول سخام الجيجاير او يعني هاي الماده الموجوده بالجيجاير او النيكوتين مال الجيجاير بشكل عام سخام الجيجاير، تمام؟ ان سيجرت سموك كولكت ان ذا لانج، تمام؟ راح يبقى باللانج يعني اذى. المهم يعني هو الاهم شيء انه السموكينج ديستروي سيلي اذى السيلي. هذا السلايد بي شغلتين، اول شيء لازم تعرفون انه من النويز، اهم شيء من النويز لحد التيرمينال برونكيول ال شو اسمه هاي المنطقة تبقى رطبة. ليش تبقى رطبة؟ لأن بها ميوكس are kept moist by the mucus، تمام؟ المهم تروحون بعد على شغلة ثانية، وينها الشغلة الثانية اللي هي من النويز لحد الريسبيراتوري برونكول اكو سيليتد ابيثيليوم، هاي ثاني معلومة. ثالث معلومة الضربات مال السيليا من 10 إلى 20 ضربة بالثانية الوحدة، والضربات المتتالية تسبب لك الميوكس to flow slowly toward the pharynx، صعد الميوكس بشكل بطيء وين لحد الفارينكس، ويا أما نبلعه يا أما نقحه. والشغلة الأخيرة إنه الميوكس أكيد تراب small particle، ماكو واحد ما يعرفها، وخلاص انتهى هذا السلايد، تمام؟ هنا أنا كاتب long have sympathetic nerve، هنا لازم تنتبهون، أنا ملخص الصفحة فوق بس أكو معلومات لازم يعني. Lung have sympathetic nerve. Lung عندها شنو؟ sympathetic nerve. وعندها parasympathetic nerve. تمام؟ المهم. That may control tracheobronchial blood vessel. يعني شو تسوي؟ تسوي constriction للpulmonary vessel. قلك but. المهم. But no innervation of a human airway smooth muscle. يقولك يا بالسموث مصل موجودة بالrespiratory system ما لها innervation خاص. تمام؟ شلون ايش عندها؟ عندها بيتا ادرينرجيك ريسبتر، عندها هاي الريسبتورات يسمونها بيتا ادرينرجيك ريسبتر، موجوده وين؟ موجوده بالسموث مسل مال الاير واي. ايش بيها هاي؟ يقولك هاي البيتا ادرينرج اكتيفيشن اوف ذيس ريسبتورز اكتيفت هاي المستقبلات، شو تسبب؟ برونكو دايليشن اند ديكريز جلاندير سيكريشن. المهم يعني هسه السمباثيتك شنو شغله بكل بساطه؟ هنا انا ملخصه، السمباثيتك شغله كونستراكشن اوف بولمونري فيسل وبرونكو دايليشن. الباراسمباثيتك دايليشن اوف بولمونري فيسل وبرونكو كونستراكشن، تمام؟ بس اللي هنا جدا مهمه انه عضلات الريسبيراتوري اللي هي هاي، تمام؟ وين راحت؟ قلنا نو انرفيشن
of a human airway smooth muscle. شلون اتحكم بها؟ اكو عندها بيتا ادرينرجيك ريسبتر، اكتيفيت هاي البيتا ادرينرجيك ريسبتر يسبب لك برونكو دايليشن وديكريز جلاندولار سكريشن، تخفض انتاج الميوكس. تمام، لذلك الواحد من يركض او من يلهث او من يصير فد عمل يعني يحتاج هيفي اكسرسايز او المهم يعني من يشرد فايت اور فلايت اللي هو السمباثيتك يكون حلقه جاف وهيك يقوم بهاي الطريقه. تمام، فهاي دليل على انه يعني ماكو ميوكس، جف حلقك جف يعني. تمام، وهذا شيء اتمنى يعني قرب من مخيلتكم. البارا سمباثيتك قلنا احنا فايبر كونستريكت الاير واي باسيجز دايليت البولمينر فيسل انكريز جلاندولار سيكريشن. انت من تقعد يعني ما عندك هيك جفاف بحلقك من انترست اند دايجست، ما عندك شيء. اوكي، هنا هذا التوضيح حسن ارجع له، انا هذا ضايفه مو من المحاضره يعني مجرد فهم. هنا هذا السلايد جدا بسيط، لا تشوفونه هيك. ريسبيراتوري تراكت از ديفايدد فيزيولوجيكالي انتو يقول لك يابا القناه التنفسيه تنقسم بشكل نورمال يعني الى كونتاكتنج زون وريسبيراتوري زون. كونتاكتنج يعني منطقه موصله يعني من الى، بس توصيل ماكو اكستشينج، ماكو اكستشينج. تمام، او اكستشينج عفوا، ماكو تبادل. اذا صار تبادل راسا اقول هاي ريسبيراتوري. تمام، ايه ان شاء الله. تمام، المهم هنا الكوندكتنج زون اللي هي تراكيو برونكال تري اللي ماخذينها احنا بتشريح الثوراكس بالمرحله الاولى، مو مهم اللي ما يعرفها مو فد معضله، هنا راح تفهم. اول 16 جنريشن اوف لور ايرويز. تمام، الجنريشن اللي هاي المناطق. تمام، هاي المناطق يعني ايه، هيك مجرد معلومه بسيطه ماكو. هنا بدينا الحكي المهم، بيجين فروم تراكي، منين تبدا من التراكي لحد نهايه التيرمينال برونكيول، هاي كلها كوندكتنج زون فقط. This area does not participate، ما راح تشارك بالغاز اكستشينج، لذلك سميناها منطقه موصله، خلاص هي هاي نسميها اناتوميكال ديد سبيس. هسه اوضح لكم هذا الاناتوميكال ديد سبيس بس كانما ما قريتوا، عفوا. تمام، This zone includes، تتضمنها تتضمن التراكي، تتضمن برونكاي، تتضمن برونكيولز، وتتضمن برونكيولز وتيرمينال برونكيولز. فتشي ان شاء الله واضح. تمام، هاي الكوندكتنج زون. هسه شنو اللي فهمناه من الكوندكتنج يابه؟ هي من التراكي لحد التيرمينال برونكيول، وهي ما راح يصير بها does not participate in gas exchange، ما راح تسوي gas exchange، خلاص هذا اللي اريد اعرف عنها بس. تمام، 150 ملتر بالفوليوم، ايش اسمه الحجم مالتها. المهم ريسبيراتوري زون عكس ذيك بالضبط، هي من اللور، اثنيناتهم طبعا اللور، خلي يكون بعلمكم. سواء كانت الكوندكتنج زون او ريسبيراتوري اثنيناتهم باللور. ليش؟ لان احنا قلنا الابر شنو؟ الابر يشمل لي فقط، وين راح؟ وين راح؟ وين راح؟ والله ما اعرف وين راح. هذا الابر يشمل فقط النويز والفارينكس والساينسس. المهم فشغلنا كله بالور. المهم نكمل. ايه هنا انا ذا لور ريجن تراكت ويتش غاز اكستشينج تيك بليس. تيك بليس معناها اكر. تمام، يحدث، يصير هي المنطقه اللي يصير بها الغاز اكستشينج، خلاص بتوين لونج اند بولمينر كابيلاريز. هاي 100% بتوين لونج. المهم ريسبيراتوري زون از ذا ريمينينج 7 جنريشن اوف لور ايرويز، يعني اخر سبع تقاسيم من اللور ريسبيراتوري تراكت هي عباره عن ريسبيراتوري زون. تمام، ايه بيجن فروم ريسبيراتوري برونكيول اند انكلود ذا فالوينج. منين تبدا؟ بتبدا من ريسبيراتوري برونكيول، ريسبيراتوري برونكيول الفيولار داكتس والفيولار ساكس، واخير شيء اللي يحدث بها الغاز اكستشينج اللي هي الفيولاي، اصغر شعبه هوائيه. خاف تجي ام سي كيو، اصغر شعبه هوائيه من هي الفيولاي، او بدايه اللي اسمه الجهاز التنفسي هي التراكيا او النويز، يعني ككوندكتنج النويز ابر واللور، من بدايه الابر، من نهايه الابر، من بدايه اللور، من نهايه اللور، كل هذين من المحتمل يجين يعني اسئله. تمام، المهم ان شاء الله واضحه، ترى ما بيها شيء. كوندكتنج زون المنطقه اللي ما تشارك بالغاز اكستشينج، منين؟ من تراكيا للتيرمينال برونكيولز. ريسبيراتوري زون المنطقة اللي يشارك بالغاز اكستشينج، وهي اللي تمتد من الريسبيراتوري برونكيول لحد الالفيولار داكتس او الالفيولار الفيولاي عفوا. ها شوفوا الكوندكتنج زون من التراكيا لحد التيرمينال برونكيول، ريسبيراتوري زون من الريسبيراتوري برونكيول لحد الالفيولار ساك.
The wall of alveoli is composed of جدار الالفيولاي اللي أصغر شعيبة هوائية اللي هو حويصلات تقريبا هيك الرئوية. شنو نوع الخلايا اللي بيها؟ واحد اثنين ثلاثة. أول شيء بيها نوع الأول من الخلايا اللي هو major site of alveolar gas exchange اللي يحدث بها الغاز exchange اللي عادة يكون شنو single layer طبقة واحدة. أكيد طبقة واحدة ليش؟ حتى تسوينا exchange تكون خفيفة على مود exchange. تمام. type 2 cell the primary source of pulmonary surfactant. هذا يعني هذا اعتماد الكلي للرئة عالي جدا مهم. pulmonary surfactant هذا عبارة عن fluid موجود بالالفيولاي يحافظ على الحجم مالتها ويمنع الكولابس مالتها وبعد بيوظف هسه ناخذها. المهم انا نسيت اشرح لكم الاناتوميكال ديد سبيس. عفوا احنا هنا قلنا المنطقه اللي هي كوندكتنج زون نسميها اناتوميكال ديد سبيس. هنا انا مجرد فهم قايل لك يابا اناتوميكال ديد سبيس سبيسيفيكلي ها ريفير تو ذا فوليوم اوف اير تشير الى حجم الهواء الموجود بالريسبيراتوري تراكت سيجمنت في قطع الريسبيراتوري تراكت that are responsible for conducting air to the alveoli المسؤولة عن توصيل الهواء للالفيولاي and respiratory bronchiole but قلك توصل الهواء للالفيولاي المكان exchange والrespiratory bronchiole but كلش مهمة but do not take part in the process of gasing اللي هي ما راح تشارك بعملية الغاز exchange. بكل بساطة قلك يا anatomical dead space هي عبارة عن قطعة من respiratory tract مسؤول عن توصيل الهواء فقط للقطع التنفسية وما لها علاقة بالغاز اكستينج. تمام. نرجع لهنا النوع الأول من الخلايا اللي يحدث بالغاز اكستينج. تمام. اللي هو major site alveoli يحدث بالغاز اكستينج تكون single layer of endothelial cell على مود الغاز يصير لأن هي thin. type الثاني اللي هو primary source of surfactant fluid هذا النوع الثاني من الخلايا مسؤول عن إنتاج البولمينري surfactant. تمام. والنوع الثالث مناعة اكيد يعني هي تتعرض لانفكشن الماكروفاج. تمام. هاي هنا الالاستيك شويه ونرجع لها هسه. اكو الالاستيك فايبرز بالالفيولاي بعدين نرجع هنا. بعد تخيلوا شوفوا تخيلوا هذا ترى مو سطحي هذا شيء نازل لجوه تمام مقعر يعني اوكي يعني كانما محفور حفره تخيلوها. هذا سلايد مهم جدا. سيرفكتنت از لايبوبروتين. شنو لايبوبروتين؟ لايبوبروتين معناها ليبيد وبروتين. تمام. ابراهيم طفي الجهاز. الليبيد وبروتين. تمام. قل الحسن جهازك اتصل. المهم نكمل. سيرفكتنت از لايبوبروتين سبستانس ويز بريزنت وين موجوده؟ موجوده بالالفيولاي. هسه شنو اذا واحد قال لك شنو الصيغه الكيميائيه مال السيرفكتنت فلود؟ اقول عباره عن لايبوبروتين ليبيد وبروتين وين موجود بالالفيولاي. من يفرزه؟ يفرزه النوع الثاني من خلايا الالفيولر. تمام. الالفيولر ابيثيليوم اتس فانكشن وظائفه شنو؟ هاي جدا مهمه. سيرفس تنشن ريدوس سبستانس معناها نفسه بنقول ريدوس. ابراهيم 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 سد الباب. ريدوس سيرفس reduce surface tension. تمام. reduce surface tension يقلل المساحه السطحيه. يعني شنو يقلل المساحه يعني prevent lung collapse. احنا اللنج مو هيك صايره خلينا نفترض هذا شكلها اللنج كولابس معناها راح تطعج الرئه وهيك تصير. فهذا بسبب وجود السيرفكتنت فلويد. تمام. ما راح يصير لها هذا الكولابس. اي هيك راح تبقى لنج صحيحه. ايه جوا شنو ستيبلايز ذا سايز اوف الفيولاي يعني يحافظ على حجم الالفيولاي وهذا شيء صح لانه هو تارسها من جوا فما يخليها كولابسينج ما يخليها تنطعج على نفسها. بريفنت فلويد اكيوميليشن يمنع تجمع السوائل بالالفيولاي. واحنا مثلا اذا واحد انضرب سكينه برئته راح تجمع الدموم بالرئه او بالالفيولاي اللي حوصلات الصغيره تجمع بالالفيولاي وبالتالي ما راح يصير اكستشينج صحيح. تمام. ما راح يصير غاز اكستينج صحيح بالتالي راح يصير شنو اختناق. تمام. ان شاء الله. تمام. عفوا. ايه فجدا هسه احنا اللي اريد اوضح لكم اياه انه جدا مهم هذا سيرفكتنت فلويد. اول شيء تفرز تايب 2 من الالفيولار ابيثيليوم الخلايا النوع الثاني شنو هو عباره عن سيرفكتنت عفوا هو عباره عن لايبوبروتين ليبيدو بروتين موجود بالالفيولاي. وقلنا منين ينفرز وظائفه ريديوس السيرفيس تنشن ستابلايز يحافظ على الحجم مال الالفيولاي وبريفنت فلويد اكيوميليشن.
المهم هنا أنا هذا مخطط قايل لك يابا انه if there was no surfactant, اذا ماكو surfactant fluid باوع للالفيولا ايش راح يصير بيها الالفيولا الراديوس نصف القطر اثنين التي اللي هو شنو هو بالله التنشن او surface tension مالتها ثلاثة الضغط سوي لك اثنين في ثلاثة على اثنين ستة على اثنين ثلاثة هاي اذا ماكو surfactant fluid هاي large alveolus الفيولاس الكبيرة والسمور الفيولاس اللي هي الصغيرة هذا قطر واحد اثنين في ثلاثة ستة على واحد ستة المهم اذا كانت الفيولا كبيرة هاي باعتبار ماكو surfactant fluid تمام فالضغط مالتها يتوزع على كبرها فيقل هنا طلع ثلاثة واذا كانت صغيرة الضغط هذا راح ينلم كله يصير بمكان صغير فيصير ستة تمام اما اذا اكو surfactant fluid بس اذا اكو surfactant fluid راح يحافظ على ضغط الرئة متساوي راح يخلي لك ضغط الرئة متساوي اذا اكو presence of surfactant fluid اذا large alveolus الضغط اثنين وسمول الفيولاس ايضا الضغط اثنين تمام فهو هاي من وظائف ايضا يحافظ على الضغط متساوي بالالفيولات كلهن وان شاء الله واضح ما اعتقد اكو شيء معقد ايه بلورا واحنا نعرف معلومات عنها تتكون من فيسرال وبارايتال الفيسرال تكون انسنسيتيف تمام للبين والبارايتال لا تكون سنسيتيف فانكشن بلورا لبريكيشن تشحيم واحنا نعرف شنو معناها من المرحله الاولى هولدنج لونج اند ريب توجذر ريب كيج توجذر تخلي اللونج والريب كيج يتحركن سوا يصعدن سوا ينزلن سوا لذلك اللونج والتشست يتحركن از وان بيس كقطعه واحده بريفنت لونج كولابس تمنع يعني تكعور الرئه على نفسها This is achieved by presence of negative pleural pressure. لازم negative. شلون البلورا تحمي اللونج من الكولابس؟ شلون؟ من خلال النيجاتيف بلورال بريشر. البلورا عندها ضغط سلبي، تمام؟ ضغط سالبي. Created by شنو؟ ينصنع هذا الضغط بواسطة ميلان اللونج للكولابس وميلان التشيست للإكسبانت. يعني يابا البلورا تريد تسوي كولابس، تريد تنطعج على نفسها والصدر يريد يطلع لقدام تمام هاي ميلانهم تندنسي مالتهم فبهذه الحاله راح يصير هنا نيجاتيف بلورال بريشر تمام هو هذا الشيء اللي اريده نيجاتيف بلورال بريشر لازم نيجاتيف لازم قطعا نيجاتيف هسه اقول لكم ليش لازم نيجاتيف تمام وكومبارتمنتلايزيشن كومبارتمنتلايزيشن ماخذينها بالتشريح بالاول انه يا بقى البلورا بها خمس مناطق بالرئه تقسم الرئه الى خمس مناطق end of expiration الضغط بنهايه الاكسبيريشن إيه هيجي شقد سالب 4 مليمتر زئبق وبالإند أوف إنسبيريشن بهاي المنطقة شقد راح يصير سالب 6 ولازمًا سالب لازم سالب تمام قلنا إحنا منين نصنع هذا يقول لك النيجاتيف فلورا بريشر بواسطة تندنسي مال اللانج تو كولابس وتندنسي مال الشست وول حتى يصير بي إكسباند يطلع لبرا تمام فكأنما صار نوع من التوازن واحد يجر هيك واحد يجر هيك بس هذا التوازن أنا أريده سالب وليس موجب أنا لغرض هسه نعرفه هنا أنا نيموثوراكس هاي حالة مرضية تمام نيموثوراكس تجمع الدم يعني هنا أنا صار نايف شاق القفص الصدري الضغط الجوي عفوا الضغط مال البلورا يساوي الضغط الجوي هنا أنا صارت كارثة if pleural pressure become equal or above لو يساوي الضغط الجوي لو اعلى من الضغط الجوي تمام اعلى من الضغط الجوي the atmospheric pressure above atmosphere as atmospheric pressure معناها ATM تمام خاف واحد ما يعرفها as in pneumothorax كما في حاله pneumothorax then the lung will collapse بكل بساطه انا هاي اللنج وهذا الجو الضغط الجوي ايش قد نعرفه احنا واحد تمام ضغط الرئة دائما سالب 6 أو سالب 4 سواء كان expiration أو inspiration كل واحد إلى غراضه تمام بكل بساطة إذا صارت الرئة مساوية للضغط الجوي أو أكبر من عدة يعني طبت للموجب تمام فهذا الضغط الجوي تمام راح يسحب السوائل والدموم راح تطب للرئة من تطب للرئة رأسا راح يصير بالرئة collapse سوف شلون صار بها collapse انطاجت فلازم ضغط الرئة يكون أقل من الضغط الجوي حتى تبقى على حالتها الصحيحة إن شاء الله واضح ثوراسيك كيج فانكشن ما تقدمكم جدا بسيطات respiratory pump protect lung prevent lung of collapse هي حماية الرئة هي نفسها prevent lung collapse أنا أهم الرئة ليش ذاكرها مرتين ما أعرف المهم
ايزي هذا فهم فقط فهم فقط يعني فهم فقط المهم ريسبيريشن عذروني نحسان ولو الوقت يعني مو متاخر بس نحسان لانه جيت من الجامعه قبل سجلت بدون اي نوم المهم ريسبيريشن انكلود يتضمن شنو اول شيء بولمينري فنتيليشن تمام بولمينري فنتيليشن تهويه البولمينري موفمنت اوف اير انتو اند اوت اوف ذا لانج ماكو شيء صعب فنتيليشن التهويه تتضمن اكسبيريشن وانسبيريشن ذن عمليتين اسميهن فنتيليشن غاز اكسشينج بين الاير والبلود باللانج external respiration يسمونه وبين البلد والسيل internal تمام اعتقد يعني بين بالرئة يصير external inspiration على اعتبار انه الهواء والدم والدم هذا راح ياخذ الاوتو ويروح بها للتشو ديب من بالديب اسميه internal inspiration فهذا مصطلح الاكسترنال اذا واحد سألك مفروض تعرفه والانترنال كذلك internal external respiration transport of O2 and CO2 in the blood وregulation of respiration جدا بسيط هذا السلايد من امتع ما يكون بالمحاضره بولمينري فنتيليشن تهويه الرئه احنا قلنا ايش يشمل اكسبيريشن انسبيريشن تمام انسبيريشن اكسبيريشن انسبيريشن اكتيف بروسيس اكر ديو تو هسه اكتيف داونورد موفمنت اوف ذا دايفرام حركه الدايفرام داونورد بسبب الكونتراكشن مال الدايفرام يعني فد معلومه غريبه حي. اكيد انه الكونتراكشن مال الدايفرام يسبب لك داونورد يعني اوكي انكريز The vertical diameter يعني الدايميتر الطولي تمام ينزل الدايفرام لجوه يزيد المساحة الطولية أو العمودية الدايفرام is the main respiratory muscle أو inspiratory muscle تمام inspiratory muscle main الرئيسي يعني أكو ثانوي تمام مو بس هو أكو مساعدات assistants إلي 75% من تغيير حجم من تغيير حجم الثوراكس أو الصدر هو بسبب الدايفرام تمام او عفوا اثناء الكوايت ريسبيريشن اثناء اللي يعني اساني مثلا من بطح واشتم هواء يعني اتنفس الانسبيريشن 75% من تغيير الحجم يعزى الى الدايفرام تمام ريزينج ذا ريبس اند ذا ريبس كيج ارتفاع قفص صدري 25% من تغيير الحجم يعزى الى الريب كيج ديو تو كونتراكشن اوف اكسترنال رجاء ركزوا يا شباب عندنا internal وعندنا innermost وعندنا external حصرا الاكسترنال حصرا هاي بالانسبيريشن تمام اما ذني الانترنال والانرموست ذني يشتغلن بالاكسبيريشن جدا مهم تمام external intercostal inspiration او external intercostal muscles تمام ليش قال muscles لانه عندنا مسطرات على عدد الاضلاع المهم هيك معلومه increase anterior posterior and lateral diameter يعني من الانتيريور وهاي البطن كلها لحد الظهر البوستيريور هذا يعني تشست كله صدر واللاترال اللي هو منه ومنه راح يزود اما الدايفرام كانما طاب بالشاشه لجوه اللي هو الدايمتر اللي جوه الفيرتيكال تمام والله بسيطه كلش لا يعني لا تصعبون الامور اوكي هنا سترنوكليدوماستويد وانتيريور سيراتي وسكاليني يشتغلن كاكسسري مساعدات بالانسبيريشن انسبيريشن وليس الاكسبيريشن ديورينج اكسرسايز إذا كان مو كوايتر إنسبيريشن إذا كان إكسرسايز الدايفرام أو إكسترنال إنتركوستال مصل ألون وحدهن كان مينتين أبديكويت فنتيليشن أترست يعني من الممكن يسوي لك تنفس معتدل أوكي أو متوازن أثناء الراحة يعني معلومة هيك عابرة هذا جدا مهم ويجي الكيس وحرفيا يجي دايفرام إز إنرفيتد باي ذا فرينيك نير غير تغذية الدايفرام هذا تشريح الحاكي مو فسلجة دايفرام هو يتغذى بواسطة الفرينك نيرف اللي يطلع من السيرفايكل سيجمنت الثالثة والرابعة والخامسة ومينلي سي فور هاي كتشريح ثيرفور سباينال كورد انجري إذا صعدك فوق الفقرة الثالثة راح يكون فيه تلقاتل لأنه without artificial respiration بدون تنفس اصطناعي يعني يا بدان ضرب السيجمنت مال سباينال كورد في فوق السي ثلاثة راح نضرب الفرينك والفرينك يغذى الدايفرام يعني بعد هيك يسوي ما تقدر تتنفس لانه الدايفرام ما يقدر يزيد الفيرتيكال دايميتر وراح يزيد الكاباسيتي مال الصدر للهواء بالتالي راح تختنق وتموت تمام الا اذا صار ارتفيشال ريسبيريشن تنفس اصطناعي اكسبيريشن عكس ديتش اكتيف هاي باسيف تمام تحدث بسبب ريلاكسيشن اوف دايفرام اند ماسلز اس اوكي لان اكو اكسسوري اوف انسبيريشن تمام وليس الاكسبيريشن احنا اصلا قاعد نسوي اكسبيريشن الاستيك ريكويل اوف ذا لانج الاستيك ريكويل كانت عليها سلايد 12 ليش قلنا الاستيك نرجع لسلايد 12
تمام. هنا ايش قلنا بالالفيولاس اللي هي الفيولاي عفوا اصغر شيء، قلنا اكو الاستيك فايبر اللي هي هاي الاستيك فايبر، بسبب هاي الاستيك فايبر يصير الاستيك ريكويل لللنج. تمام الاستيك ريكويل اوف ذا لنج فورست اكسبيريشن، قوه الاكسبيريشن. احنا هسه شنو هو اسباب الاكسبيريشن؟ اثنين، ريلاكسيشن اوف انسبيريشن ماسلز وياهن الدايفرام. المفروض ليش المفروض يقول بس انسبيريشن ماسلز، ما اعرف ليش قال دايفرام واحده، بس يمكن لانه مين. تمام، والاستيك ريكويل اوف ذا لنج يعني اللنج ترجع لوضعيتها الطبيعيه. Require the active contraction of expiratory muscle. من هي expiratory muscle؟ Internal intercostal muscle و anterior abdominal wall. أكو بعد هواية assistance بس ما داخل بهن دكتورة. Internal intercostal muscle اللي هي تسحب الأضلاع أو الريب كيج downward. إحنا قلنا هذا inspiration صعدا الأضلاع درجه المكانين عن طريق ال internal intercostal muscle. من يصيبين contraction؟ تمام؟ هي مو بس ال internal، أيضا innermost والسراتس بوستيرير سوبيرير والسراتس بوستيرير انفيرير، هاي يعني ما ذكرتهم. انتيرير ابدومينال وول ماسلز هي اعتقد السيكس باك، ما متاكد بالضبط، بس يعني عضلات البطن الاماميه which when contract اذا تقلصت تساعد بالريسبيريشن باي بولينج ذا ريب كيج داونورد، ايضا انا درجع الاضلاع المكان باعتبار بالانسبيريشن صعدا اند انوارد وترجح المكان هنا كانما تقعد هنا الصحيح. تمام، قاعد هنا المكان هنا الصحيح. increasing the intra abdominal pressure، تزيد الانترا abdominal pressure اكيد لانه صار بها contraction، بالتالي تدفع الدايفرام لفوق. تمام upward رجع المكانه. elastic recoil مال الرئه اللي هو نفسه ميلان الرئه للكولابس. تمام، بس احنا ما مين اللي يمنع الكولابس مالتها؟ قلنا السيرفكتنت فلود از برودوسد باي او البلورا از برودوسد باي شنو اللونج elasticity. ليش اكو الاستيك فايبر اللي شفناها بالصوره قبل شويه، وسيرفيس تنشن اللي هو بسبب سيرفكتنت فلويد.